مشاهدينا الكرام، وهذه انتقالة إلى صحافتنا لهذا اليوم مع عادل جبار، ونقول له صباح الخير يا عادل. صباح الخير عليك. صباح الخير والعافية مرة ثانية أثير وزينة، وصباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين. يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في عالم الصحافة لهذا اليوم الخميس الموافق 27 من نيسان لعام 2023، والبداية كما هو المعتاد من صحيفة الصباح الرسمية، ونطلع فيها العناوين الأبرز حيث كتبت: رئيس الوزراء معايير جديدة لشركات الدفع الإلكترونية، شمول المحاضرين بنظام الخدمة في الأقضية والنواحي، تأجيل تمرير قانون ذوي الإعاقة بسبب السقف المالي، دولة القانون ترفض إنشاء الأقاليم لأغراض سياسية. آخر العناوين: مخالفات بتحويل جنس أرض بقيمة 8 مليارات دينار. أحبتي المشاهدين، أهلا بكم إلى تفصيلات الأخبار. ونقرأ حسب ما نشرته الصحيفة في صدر صفحتها الأولى: رئيس الوزراء معايير جديدة لشركات الدفع الإلكترونية. حيث عزى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال ترأسه أمس الأربعاء اجتماع للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد السبب الكثير من حالات الفساد وأبرزها سرقة القرن إلى عدم تطبيق حساب الخزينة الموحد، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يجعل الدولة غير مطلعة على أرصدتها وحساباتها. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي أن السودان استمع في الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشارو رئيس مجلس الوزراء والمديرون العامون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادية إلى إيجاز قدمته وزيرة المالية عن إجراءات الوزارة بخصوص نظام الخزينة العامة الموحدة وسير عملية توطين رواتب موظفي الدولة والإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام نقاط الدفع الإلكترونية POS. وقال رئيس الوزراء إن التأخير في تطبيق حساب الخزينة الموحد خلال السنوات الماضية تسبب بحصول الكثير من حالات الفساد والتجاوز على المال العام، كان آخرها جريمة سرقة أموال الضمانات الضريبية سرقة القرن، مشددا على ضرورة معالجة الأمر بتطبيق نظام الخزينة الموحد للحد من الفساد. لازلنا في الشأن المحلي، ونقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يبدي استعداد العراق لترسيخ أسس السلام بالسودان. حيث أبدى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أمس الأربعاء استعداد العراق لتقديم الدعم من أجل ترسيخ أسس السلام بالسودان، في حين دعا نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أحمد الأمم المتحدة والجامعة العربية لبذل الجهود لوقف إطلاق النار في السودان. ذكر بيان رئاسي أن رئيس الجمهورية استقبل سفير جمهورية السودان لدى العراق عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن، وأعرب رشيد عن قلقه للوضع في السودان، مشيرا إلى أن شعب السودان يستحق حكومة منتخبة وقوية تعمل من أجل الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق تطلعاته المشروعة، وعبر عن أمله بوقف القتال في السودان وحل المشكلات بالطرق السلمية والحوار بين الأطراف السياسية بما يعزز الأمن ويحفظ السلم الأهلي. إلى ثالثة الصباح نقرأ فيها: السوداني يعلن انطلاق موسم تسويق الحنطة والشعير. حيث أعلن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أمس الأربعاء انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في وسط. وفيما أكد دعم الحكومة للزراعة أشار إلى أن التخصيصات المالية للفلاحين والمزارعين مؤمنة، كما افتتح رئيس الوزراء الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسطة إن دعم الزراعة ليس ترفاً، مبيناً أن الحكومة أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب. وتابع أن الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4,500,000 دونم في ظل ظروف شح المياه التي تواجه المنطقة والعراق. أخيرة الصباح وفي الأخبار المنوعة نقرأ فيها الملحن ضياء الدين ضمن اللجنة التحكيمية للموسيقى والغناء في تونس. تم اختيار الملحن ضياء الدين ضمن اللجنة التحكيمية للمسابقة العربية للموسيقى والغناء في دورتها 14 والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 9 إلى 11 من أيار العام الحالي. وتتألف اللجنة التحكيمية للمسابقة من الشاعر السوداني محمد علي الأزهري والفنانات منى عبد الغني ومنى شطور ونجاح المساعيد. ويشار إلى أن العراق سيشارك في هذه المسابقة بقصيدة غنائية كتب كلماتها الشاعر ماجد عودة وألحان صلاح خليل وغناء المطرب الكبير أحمد نعمة وتوزيع منعم وإشراف الموسيقار الكبير كريم عاشور رئيس قسم الموسيقى والغناء في شبكة الأعلام العراقية. سادتي الكرام، ننتقل بكم إلى صفحة آراء. اخترنا لكم مقالا بعنوان دراسات عليا لنيل الامتيازات وكسب المناصب للكاتب حسين رشيد بصوت الزميلة بشرى حسين. دراسات عليا لنيل الامتيازات وكسب المناصب بقلم حسين رشيد. بدأ تدني منظومة التعليم العالي في العراق مع حرب الثمانينيات مرورا بالتسعينيات الحصار الاقتصادي، فبات منح الشهادات العليا خاضعا لحسابات حزبية وقومية وطائفية مع التركيز على المواضيع التي سيتم تناولها في الرسائل والأطاريح والتي غالبا ما تكون موضوعة مسبقا من قبل قيادات البعث أو الأجهزة الأمنية ودوائرها التي تعنى بهذا الشأن، هذا مع التركيز على بعض الموضوعات خاصة تلك التي تتعلق بالحاكم وحزبه، وعلى سبيل الذكر المرأة في فكر البعث أو المرأة في أقوال القائد أو القائد المؤسس والصحابة والقائد الضرورة سليل النبوة ودور الصحابة في ديمومة الإسلام التي يصعب رفضها أو عدم منحها درجة نجاح وتميز وهكذا. ويضيف الكاتب ومع التدهور المستمر وشيوع ظاهرة الجامعات والكليات الأهلية الاستثمارية أخذت مواضيع وعناوين الرسائل والأطاريح للدراسات العليا تتماشى مع الحالة الجديدة في البلاد، حيث أخذت هذه المرة منحاً طائفياً مذهبياً من خلال الدخول إلى قضايا إشكالية عقائدية لو نظر لها من باب البحث والدراسة وإعمام الفائدة سنجد أنها لا تغني ولا تسمن، كل ما هنالك أن الباحث سينال الامتيازات الوظيفية والمنصب وقد يكون على حساب الأفضل منه الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة والسيرة الوظيفية الحسنة، لكنه لم يفكر بإكمال الدراسات العليا والحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه. في ختام هذا المقال، الأمر الآخر الأكثر غرابة أن كل هذا العدد من الجامعات الحكومية والأهلية وألاف الشهادات والدراسات العليا ومئات الآلاف مما يحملون ألقابا علمية بين ماجستير ودكتوراه، والعراق حل في المركز 14 عربياً و131 عالمياً في الابتكار العلمي، ما يدل على وجود هفوة كبيرة بين الطموح والواقع في التعليم والبحث العلمي.
أهلا بكم من جديد. ننتقل إلى صحيفة الزمان ونقرأ فيها: وزير أسبق يقترح خصخصة قطاعي الإنتاج والتوزيع قبل انهيار المنظومة. حيث اقترح وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب رؤية لإصلاح قطاع الطاقة الكهربائية في العراق الذي أصبح يستنزف خزينة الدولة محدودة الواردات في ظل تنامي السكانية، محذرا من انهيار المنظومة الوطنية خلال السنوات المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. وعلق الخطيب في بيان تلقته الزمان أمس على زيارة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى دائرة التشغيل والتحكم ببغداد قائلا: إن هذه الحالات وغيرها التي استعرضها في زيارتها الأخيرة لدائرة التشغيل والتحكم هي حالات فردية وقد تكون مناطقية وليست عامة على مجمل أداء الشبكة ومحدودة بأداء دوائر التوزيع ذات العلاقة، وبالتالي فإنها ثانوية لأزمة شح التجهيز وعدالة التوزيع. ومن ضمن أخبار الزمان أيضا: أول بلد أوروبي يفتح مركزا لمنح سمات الدخول في الموصل. حيث افتتحت فرنسا أمس مركزا لمنح سمات الدخول بمحافظة نينوى في مبادرة هي الأولى من نوعها لبلد أوروبي في المدينة التي عانت من هيمنة عناصر داعش لسنوات وتشهد إعادة أعمار تدريجية. وقال القنصل الفرنسي في الموصل جان كريستوف أوجيه خلال الافتتاح إن هذا المركز سيترجم بشكل ملموس الالتزام الفرنسي تجاه مدينة الموصل، وأشار إلى أنه بفضل هذا المركز الجديد سنسهل طلب التأشيرات من قبل سكان مدينة الموصل والمحافظة، لا سيما الطلاب والأكاديميون ورجال الأعمال والسياح، من أجل تعزيز العلاقات بين فرنسا والمحافظة، مؤكدا أن الاستثمارات والاقتصاد واحد من الملفات التي يهمنا أن نعزز حضورنا وعلاقتنا فيها. إلى أخيرة الزمان، وهذه المرة إلى كوكب اليابان، حيث تزيين السيارات بشخصيات الرسوم المتحركة لم يعد معيبا في اليابان. يعترف يوسوكي تاكاهاتا أنه لو خشي الثرثرة ما كان ليجرؤ على قيادة مركبته في أي منطقة، لأن سيارته مزينة برسوم كبيرة لفتاة ذات شعر كستنائي وتمثل شخصية من الرسوم المتحركة اليابانية. وبائع السيارات البالغ 31 عاما هو من بين مجموعة رجال يابانيين ينفقون آلاف الدولارات على تزيين مركباتهم بشخصيات الرسوم المتحركة والشرائط المصورة وألعاب الفيديو المفضلة لديهم، وتطلق على هذه السيارات أو الدراجات أو المقطورات تسمية إيتشا، وهي كلمة مركبة تترجم إلى السيارة المحرجة وتعكس السمعة السيئة التي كانت تحظى بها هذه الموضة لدى ولادتها في الأرخبيل الياباني في العقد الأول من القرن 21. إلا أن العقليات تغيرت منذ ذاك، وباتت شخصيات الرسوم المتحركة والشرائط المصورة وألعاب الفيديو تعتبر ثقافة ثانوية تحظى باعتراف أكبر في المجتمع الياباني. سادتي الأكارم، إلى صحيفة الزوراء ونقرأ في أولاها: رئيس الوزراء يسلم صكا لأول فلاح سوق محصوله ويؤكد دعم الحكومة للزراعة. أعلن رئيس مجلس النواب محمد الشيع السوداني انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في وسط، وفيما سلم رئيس الوزراء أمس الأربعاء صكا ماليا مستحقا لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الزوراء أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني أعلن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة وسط،
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء وصل إلى محافظة واسط مبينا أن الزيارة تهدف للإعلان عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير وافتتاح الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت. إلى ثانية الزوراء وفي الأخبار نقرأ أيضا التربية. لا تغيير في مواعيد الامتحانات للمراحل كافة. أعلنت وزارة التربية أمس الأربعاء استكمالها لجميع الاستعدادات الفنية واللوجستية للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية داخل البلاد وخارجها، والتي أكدت أنها ستجري بمواعيدها المحددة من دون تغيير. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح صحفي إن الوزارة أكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية داخل البلاد وخارجها للعام الدراسي الحالي 2022-2023 التي ستجرى ضمن مواعيدها المحددة سلفا من دون تغيير. ونوه إلى أن الوزارة تطبق نفس ضوابط الامتحانات النهائية للمدارس داخل البلاد أو خارجها، وكان تلاميذ المرحلة الابتدائية باشروا الثلاثاء امتحاناتهم الشفوية إلى جانب الامتحانات النهائية للمراحل الأولية الثلاث منها. أخيرة الزوراء، الذكاء الاصطناعي يشعل الصراع بين جوجل ومايكروسوفت. استهلك الحديث عن الذكاء الاصطناعي في أغلب الوقت خلال مكالمة الأرباح لشركتي ألفابيت الشركة الأم لجوجل ومايكروسوفت اللتين شهدتا دفعة قوية من أعمال البحث والحوسبة السحابية للأرباح الفصلية حسب ما نقلت العربية نت. وفي مكالمة الأرباح الخاصة بهم قدم عملاقات تكنولوجيا المتنافسان حاليا على مستقبل محركات البحث تقييمات مختلفة تماما لمدى الاضطراب الذي يخبئه السوق. شجع المسؤولون التنفيذيون في جوجل المستثمرين على الثقة في سجل الشركة الطويل كمحرك بحث رائد في العالم، وصاغوا الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد تحول آخر في أعمالها المتطورة، فيما أكدت شركة مايكروسوفت أن شيئا أكثر دراماتيكية قيد التنفيذ. إلى الصحف العربية، وفي صفحة خارجيات، وساطة صينية في الأزمة الأوكرانية. في مؤشر دخولي على بكين على خط الوساطة في الحرب على أوكرانيا، أعلنت الصين أمس أنها سترسل وفدا إلى كييف للبحث في تسوية سياسية للنزاع بعد الإعلان عن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي. ذكرت وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي أنها سترسل ممثلا خاصا عن الحكومة الصينية مسؤولا عن الشؤون الأوروبية الآسيوية إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع كل الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. إلى صحيفة الإهرام، الرئيس التونسي يستعرض حلول إعادة إنتاج الفوسفات إلى المستويات التي كان عليها.
استعرض الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من الحلول التي من شأنها أن تعيد إنتاج الفوسفات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي خصص للنظر في ملف إنتاج الفوسفات ومسألة نقله عبر السكك الحديدية وإلى الفساد الذي عرفته صفقة شراء العربات التي قيل بعد أن تم اقتناؤها لأنها لا يمكن استغلالها على السكة الحديدية الموجودة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. كما استعرض ملف البستنة والتأكيد على أنه من الأحرى تمكين الشباب من الموارد والإمكانات التي تساعدهم على أن يكونوا مصدرا للثروة. سادتي الكرام، ننتقل إلى الصحف العالمية، ومن البي بي سي نقرأ لكم: اشتباكات السودان تتجدد القتال رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ما تزال الاشتباكات متواصلة في السودان رغم الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الصراع في البلاد لمدة 72 ساعة. وقال مراسل بي بي سي محمد عثمان عبر الهاتف من مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم إن قتالا اندلع في محيط مباني الإذاعة والتلفزيون، وأكد أيضا أنه لا يوجد وقود على الإطلاق وأن هناك عجزا حادا في الأطباء، بينما يصارع الناس من أجل الحصول على الغذاء والمال. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الذي بدأ العمل به في 10 مساء الاثنين الماضي في الساعة الأولى من الجمعة المقبلة. أحبتي المشاهدين، وقبل الختام مشاهدة هذا الكاريكاتير من صحيفة الصباح الرسمية. أحبتي المشاهدين، ختام الجولة الصحفية، هذه عودة للزملاء أثير وزينة.